السلام الرحيم، حلقة جديدة من الغش في الثانوية العامة. في بعض نقاشاتي مع بعض من استمرأوا الغش بيقول لك ان الغش ده من الاخذ بالاسباب. اخذ بالاسباب ازاي يا معلم؟ قال لك ما هو يعني انا ذكرت كل حاجة او يعني ما ذكرتش نص نص. هم كلهم طبعا بيدعوا ان هم مذاكرين يعني، بس انا يعني ايه عشان الواد يدخل ما يبقاش متوتر، ما يبقاش مشدود، ما يبقاش مش عارف ايه، ما هو كل اللي حواليه هيغش، اشمعنى هو يعني؟ ما هو عشان يحافظ على حقه. كلها اسباب، احنا بناخد بالاسباب عشان بس نريح اعصاب الواد ويبقى داخل ضامن الاجابه، ويبقى داخل يعني ايه مرتاح نفسيا وضامن ان هو هيجيب مجموع كويس. طيب هل ده اسمه اخذ بالاسباب؟ والسؤال الثاني، هل كل الاسباب اصلا حلال؟ السبب اللي هو الوسيلة والهدف النهائي هو الغاية، فهل الغاية تبرر الوسيلة؟ يعني هل فكرة اللص الشريف روبن هود مثلا والحاجات دي، هل دي صح؟ هل أنا عشان هدف النهائي مثلا هدف نبيل أو هدف عظيم، هفترض أن أنا هدفي أن أدخل كلية كويسة عشان أخدم المجتمع وعشان أعمل كذا وعشان الطب مهنة إنسانية، وأنا نفسي ابني يدخل طب لأن أنا عارف أن ابني لما يدخل طب ابني على دينه وعلى خلقه وعلى كذا وكذا وكذا، وحيخدم فعلا الناس وحيبقى فعلا عضو فاعل في المجتمع مثلا. دي غاية نبيلة جدا. هل الوسيلة اللي باخدها للغاية دي لو كانت غير مشروعة، هل الشرع يبيح لي الوسيلة الفاسدة للغاية النبيلة؟ طبعا ميكيافيلي بيقول لك الغاية تبرر الوسيلة، لكن الإسلام بيقول لك الغاية لا تبرر الوسيلة، وإن في الإسلام لابد من استقامة أو صلاح الوسائل بنفس درجة استقامة وصلاح الأهداف. الغايات لازم تكون نبيلة ومشروعة، وكذلك الوسائل لازم تكون نبيلة ومشروعة. الانتصار في الحرب على الكفار أو على الأعداء غاية نبيلة جدا، لكن لا يجوز لي بأي حال من الأحوال أن أنتصر عليهم بالغدر أو بالخيانة أو بأن أعمل معهم معاهدة وأنقضها. ده غير الحرب خدعة. الحرب خدعة أنا في بيني وبينه حرب، بس هو متوقع أن أجيب من يمين فجيت له من الشمال، لكن أنا عملت معاه معاهدة وسلام وكل حاجة وجيت وهو مآمن أن أنا في سلام معاه خنته، أنا كده بغدر. الغدر دي وسيلة سيئة لا تبرر ابدا ان غايتي نبيله وهي ان اهزم هذا الكافر اللي اذى المسلمين واحتل ارضهم وكذا 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 وكذا. فهل الغش في هذا القياس يعتبر وسيله فاسده لغايه النبيله؟ حتى لو افترضنا هذا الافتراض فالغايه لا تبرر الوسيله، والغش ابدا لن يكون مباحا او يعني مأذونا به أو مسموحا به أبدا حتى لو كانت الغاية نبيلة. وبالتالي فما فيش أي مبرر أنك تغش أو أن ابنك أو بنتك تغش، لأنه أيا كانت أنت غايتك إيه فلا يجوز أبدا الاستعانة بمعصية الله حتى لو كانت الغاية هي إرضاء الله. يعني الموضوع مش محتاج تفصيل أكتر من كده، لكن فعلا هو يعني ضايقني لما اتناقشت مع هذا الشخص يعني، وقال لي ان ده يعتبر من الاخذ بالاسباب، فقلت اعمل له حلقه مخصوص ولو كانت حلقه قصيره يعني في الغش في الثانويه العامه. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.